عبر الهاتف ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول فساد توريد القمح. أهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا فندم. يعني سيادة النائب، في بعض التصريحات مؤخرا سمعناها من أن هناك من يصف اللجنة بأنها غير حيادية، وبعض النواب أيضا سمعنا بأن هم تقدموا بطلب بإعادة تشكيل هذه اللجنة، لجنة تقصي الحقائق حول فساد توريد القمح. يعني لو حضرتك تطلعنا عن مزيد من التفاصيل. طبعا ده كلام بيروجه الفريق المتضرر اللي اتوقف نزيف الملايين او مئات الملايين اللي هو بينهبها، لكن هذه اللجنه ما فيهاش اي حد شغال في موضوع الصوامع ولا المطاحن ولا حتى المخابز. فده كلام كله طبعا احنا بنتعرض لحمله شرسه الان لتشويه سمعه اللجنه. قرار تشكيل اللجنه ده قرار المجلس وصدر بهذا التشكيل، وعندما يكون في تعديل هيكون هو ده قرار المجلس، مش اي حد هيطالب بالكلام ده. بس سياده النائب، احنا كنا سامعين بانه في 80 عضو من مجلس النواب تقدم بمذكره للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لتعديل تشكيل اللجنه، لانه بيقولوا في 11 عضو من محافظه المنيا ما بين 18 عضو فقط، وانه اللجنه 25 عضو، هو في غالبيتها من محافظه المنيا، هذا لا يعيبها واللائحه يعني لا تمنع ذلك، لكن سواء هم من محافظة المنيا هم يقولوا ان لائحة المجلس بتمنع وجود هذا العدد من محافظة واحدة. لا لا حضرتك، الكلام ده في لجان المجلس عامة، لكن في اللجان الخاصة اللي يقروا المجلس يمشي، فاللجان الخاصة ما بتمنعش، لكن سواء اللجنة من المنيا سواء اللجنة من اسكندرية سواء اللجنة من اسيوط، الفساد موجود، واحنا على الطبيعة رصدنا هذا الفساد، وكان معانا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترصد وبتتابع القياسات والاوزان، وشركه دوليه، وهذه حرب على اللجنه اللي هي بتحاول منع جزء من منظومه الفساد اللي كانت موجوده. طيب سياده النائب، اسالك ايضا، في البعض بيشكك بان هذه الحمله جزء منها وزير التموين، هل هذا الكلام صحيح؟ وشايف هذه وجهه النظر ازاي؟ لا، نحن نكن كل احترام للسيد وزير التموين، والسيد وزير التموين زي ما احنا بنحارب الفساد هو بيحارب الفساد برضه معانا، ولما بنكلمه في اي موضوع بيبدا يستجيب ليه، واحنا اول ناس كلمناه في القصه دي وهو قال لنا انا معاكم في محاربه الفساد. فالسيد وزير التموين يعني اعتبريه واحد من اللجنه. طيب من يحاول تعطيل اعمال هذه اللجنه؟ لوب الفساد اللي هو اتظبط عنده عشرات الملايين، احنا في ثلاث زيارات ظبطنا ب 127 مليون جنيه قمح وهمي متورط، ثلاث زيارات فقط لا غير. والاجهزه الرقميه في مصر في 10 ايام ظبطت اكثر من 400 مليون جنيه. صحيح. فيعني طبعا في ناس كانت مستفيده، الناس دي متضرره دلوقتي. طيب حضرتك شفت ازاي قرار النائب العام؟ الناس دي كذبت، هذا القرار اسلج صدورنا، واخد بالك؟ واي واحد بيسرق في مصر اكيد محدش هيسيبه. احنا في وقت مش مستحملين فيه ان يتسرق مننا جنيه، مش يتسرق مننا مليارات، حرام يعني. هتستأنفوا امتى جولاتكم؟ هل هذه الجولات مفاجأة؟ احنا لازلنا في جلسة استماع من الساعة 10 الصبح لغاية دلوقتي، احنا جوه المجلس لسه شغالين في جلسة الاستماع دي، مروحناش، احنا ما بنروحش، وجولاتنا مستمرة على طول، يعني من يوم السبت في جولات جديدة الاسبوع الجاي. طيب هل بالفعل في بعض الاماكن يعني في امر من اللجنه او تحرك من اللجنه بان هي تضبط مفاتيح هذه الاماكن حتى يعني لا يتم التلاعب بها خلال الايام القادمه قبل ما انتم تلحقوا تروحوا لها وتعملوا عمليات تفتيش؟ لا لا لا، هو اللي حصل في احد الزيارات بتاعتنا بعد ما بدانا نقيس او كميات واوزان القمح اللي في احد الصوامع، شغلوا السيور لنقل قمح من الصومعه اللي بنقيس فيها اللي خلصناها قياس لصومعه تاني، ولذلك ايه رحنا غرفه التحكم وقفلتها وخدت المفتاح في جيبي لغايه ما خلصنا قياس كل الست صوامع اللي كانوا موجودين، وانتهى الموضوع، اديناهم مفتاحهم وقلنا لهم متشكرين. طب اسال حضرتك، ونحن لا نتربص باحد، نحن نتمنى ان نروح مكان ويطلع كويس، وهنطلع في كل مكان نقول ان هذا الرجل رجل شريف ورجل محترم، ان الغالبيه العظمى في شعب مصر ناس شرفاء وناس محترمين.
طب سيادة النائب أسألك عن لجنة الاستماع اللي حضرتك بتقول إن هي مستمرة منذ 10 صباحا، تفاصيلها إيه؟ إيه اللي بيجرى في هذه اللجنة؟ أو هذه يعني هذا الاجتماع؟ إحنا كنا بنستمع ل مجلس إدارة أحد شركات الصوامع اللي هي مستأجرة أكثر من 50 مكان من القطاع الخاص. ناقشناهم وعرفنا اثبات تقاعد بتاعتهم وما عجبناش الردود اللي قالوها، فطلبنا منهم جميع ملفات هذه الاماكن اللي تم استئجارها ان احنا يجيبوا لنا صوره منها كامله، وطلبنا منهم بعض طلبات اخرى. جبنا الجماعه بتوع شركات الكروت الذكيه بنناقشهم ان لو في ثغرات ازاي نسدها. منظومة الكروت الذكية دي منظومة محترمة جدا، ومنظومة كل الشعب مبسوط بيها واحنا مبسوطين بيها، وبنشكر الحكومة انها عملتها. لكن هناك بعض الاختراقات لابد ان نقوم باغلاق فرصة السرقة من هذه المنظومة الناجحة. واضح. انا بشكرك شكر جزيل النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، وعضو لجنة تقصي الحقائق لفساد توريد القمح.